عروض المقفين للشاعر مهدي بن مسفر الحبابي. يا اللي تكلم في عروض المقفين، هرج القفا ماني بحب استماعه، هرج القفا طبع الضعوف المساكين اللي لهم عرض المقفي بضاعه، عرض المقفي يجعلونه نياشين، كلنا على المقفي مسوين إشاعة، سالين في الدنيا عن الحق لهين، قالوا لشرب ليس سمعا وطاعة، ناسين متناسين لا والهدارين، الحق واضح بس فيهم دناعة، قدهم على نقلب شعل هرج ضارين، يوفون ميزانه بمده وصاعة، وكلهم على فعل الرديه موصين، والكل منهم صار عنده قناعه، تفننوا بالحك بين الصديقين، متمرسين مفردا واللكعا، ما خاف والله يوم نصب الموازين، يوم ان كل النجد تهمن ذراعه، في ساعة غابت رجابه عن السين، يا ويلكم يا خاينين الوداع، تمت بذكر منازل الحق والدين، والله يتبعنا رسول الشفاعة، تمت بذكر منازل الحق والدين، والله يتبعنا رسول الشفاعة. بحب استماعه، هرج القفا طبع الضعوف المساكين اللي لهم عرض المقفي بضاعه، اللي لهم عرض المقفي المقفي بضاعه.